السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من قناة أم محمد هعمل لكم طريقة جديدة للتورتة بشكل مختلف. معايا أول حاجة، معايا 1/2 كيلو دقيق اسبونش، ومعايا كمان 1/2 كوب ماء دافي، ومعايا 1/2 معلقة فانيليا، وكمان معايا نشا وباكو جيلي، ومعايا كمان 8 حبات بيض. اول حاجه الوقت هنعملها هروح اضرب البيض دي كويس جدا لمده 10 دقايق وارجع لكم تاني. انا وقتي ضربت البيض بتاعي لمده 5 دقايق، هنزل الوقت بالفانيليا بتاعتي عشان الزفره بتاعت البيض، وهرجع تاني اضربه لمدة 5 دقايق كمان وارجع لكم تاني. انا خلاص ضربت البيض بتاعي لمدة 10 دقايق، وكمان معايا الدقيق اهوت بتاعي هنزل به واحدة واحدة. بس انا كمان حطيت له 1/2 معلقة بيكنج باودر، او 1/2 معلقة من الكبيرة ديت، او معلقة صغيرة بيكنج باودر بس على الخليط ده. هنبدأ الوقت ننزل بالدقيق بتاعنا واحدة واحدة بالشكل ده، وهرجع تاني اضربه تاني بالمضرب بتاعي، هرجع لكم تاني. وكده خلاص بعد ما قعدت خبطتها كويس بالمضرب بقى دي لونها خلاص بقى بالشكل ده. الوقت انا معايا كمان صينية 26 في مقاس 26، دهنتها زيت وبدرتها بالدقيق. الوقت هنحط الخليط بتاعي في قلب الصينية وارجع لكم تاني. خلاص كده انا صبت الخليط بتاعي في قلب الصينية بالشكل ده، هنهزها او نخبطها خبطتين ثلاثة بالشكل ده عشان نطلع الهواء اللي جواها. وكمان انا كنت مولعة الفرن من 10 دقايق بالظبط عشان يسخن كويس. الوقت هروح ادخلها الفرن بقى، وما تطلع هوريكم شكلها ايه. وطبعا هي بتقعد في الفرن حوالي ساعة الا تلت في الفرن لغاية ما تستوى خالص، وانت طبعا بتختبريها بخلة او بأي حاجة بسكينة عشان تشوفوها تتأكدي اللي هي استوت كويس ولا لا، وبعد كده بتخرجها من الفرن على طول. اول ما تستوى هوريكم شكلها ايه. دلوقتي انا هنعمل الجيلي بتاعنا اللي هو اللي بالنشا. الوقت انا حطيت كوباية مية وكوباية لبن على النار وبقلبهم كويس اهوت، هو بدأ يسخن. هنعمل بقى الوقت الجيلي على ما الكيكة بتاعتي تطلع من الفرن. اول ما اللبن ده يغلي هنزل عليه على طول بالجيلي، ومعانا كمان 1/2 كوباية مية عليها معلقتين ونص نشا. طبعا النشا هنحطها بعد ما نحط الجيلي. خلاص كده اللبن بتاعي سخن، هروح اجيب الجيلي ونحطه في قلب اللبن. طبعا احنا هنقلبه كويس لغاية ما يذوب، وبعدين هننزل عليه بالنشا بتاعتنا واحدة واحدة ونقلب برضك باستمرار. طبعا لو انت حباها تبقى مسكرة ممكن تحطي معلقة سكر او اتنين، وكمان لو انت حابة تحطي كمان شعرة فانيليا، ربع معلقة فانيليا ماشي، بتديلها طعم وريحة كمان. انا خلاص كده نزلت بالنشا بتاعتي اهيت، هنقلب بسرعه لغايه ما يتماسك مع بعضه، وبعد كده هنطفي على طول النار ونسيبها تبرد، وبعدين هنروح على الكيكه بتاعتنا عشان نزينها. اول ما تلاقي القوام مسك معاكي خلاص هي كده استوت، بس طبعا هنقعد نقلب باستمرار عشان ما تلزقش مننا وتطلع حلو. هخلصها وارجع لكم تاني. وهي كده خلاص استوت اهو، دي اللي القوام بتاعها. دلوقتي انا هطفي عليها النار وهنطفي النار، وهروح الوقت هسيبها تبرد خالص
وبعدين نبدأ نشتغل فيها. وخلاص ادى الكيكة بتاعتي طلعت من الفرن وبردت كمان، والجيلي بتاع كمان اللي انا عملته برد وبقى بالشكل ده اهوت اهو، لسه كمان ممسكش بس هو برد يعني. الوقت انا معايا الصينية اللي هي بتتفتح من تحت ديت، انا حشت الطبق بتاعها او الارضية بتاعتها وحطيت الطبق اللي انا هحط عليه التورتاية بتاعتي تحته عشان هحط هشتغل فيه. اول حاجة دلوقتي هحط طبقة كريم شانتيه في الارضية عشان تمسك الكيكة بتاعتي في الطبق، وارجع لكم تاني. انا الوقت قطعتها قطعتين، هنزل باول قطعة في قلب الصينية هيت بالشكل ده. بعد ما نزلت بالقطعة الاولانية قفلت الصينية طبعا عشان تبقى محكمة عليها، حطيت اول طبقة من الكيكة بتاعتي طبعا الجيلي هوت. هنزل الوقت على طول على الطبقة الاولانية ديت بالجيلي اهو، وبعد كده هنزل بالطبقة التانية على طول بعدها، بس ان هو يمسك ويتماسك مع بعضه. هسيبه بقى يبرد شوية في التلاجة لغاية ما يتماسك مع بعضه، وارجع تاني احط الطبقة التانية. الوقت انا طلعتها من التلاجة خلاص، مسكت خلاص اهيت، ومعايا كمان جيلي من ده بتاع الحلويات. هرش منه كده في قلبها كده في النص اهو بالشكل ده. وخلاص كده هبدأ احط الطبقة التانية، بس قبل ما احطها احط لها حتة كريم شانتيه كمان قبل ما احطها فوق منها، يعني مش كتير بس كده. وانا خلاص بعد ما دهنتها بالكريم شانتيه هقلبها بقى. اللي انا دهنته ده هيبقى على الجيلي بتاعي، يعني هتبقى الطبقه اللي لسه ما دهنتش فوق هوريها لكم. وخلاص كده بعد ما حطيت الطبقه الثانيه او الكريم شانتيه بتاعي بالشكل ده، هبدأ الوقت ازينها في النص كده. انا الوقت زينتها بالشكل ده، هكمل التزيين واوريها لكم بقى في الشكل النهائي. خلصت من اول شكل، هبدأ بقى اكمل التزيين تاني وارجع لكم تاني. وانا كده خلاص خلصت الوش بتاعها، هبدأ افك الصينية بقى الوقت واكمل التزيين. وانا لسه دلوقتي هكمل تزيينها كمان بالكريز معاكم. طارت مني بس جت عليها. ودي بقى كانت التورته بتاعتي النهارده، عملتها طريقة سهلة ومبسطة. ومعلش بقى عشان انا بصور لوحدي فعدى مني حاجات كتير اوي ما وريتهاش لكم. ودي كانت التورتة بتاعت النهاردة، عملتها معاكم اهيت، وده الشكل النهائي بتاعها. يا رب يعجبكم، وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.